توني اتكلم عن النساء وكيف النساء سبحان الله كذا فيهم عاطفية عالية. شو اللي كنت عم تحكي؟ انا قبل شيء كنت متضايق عند واحدة دخلت معها، لحد الحين ترى متضايق. ليش شو عملت فيك؟ مي هي انا متضايق من الدنيا، من الكتمة فيني، الكتمة فيني داخل. خليك دايما مبسوط، خليك ما دايما اقدر ما اقدر والله. الاول بالكيف انت نجوى كرم. بنتة ايه سبحان الله، انا ما شفتك سبحان الله، قلت اول مره اشوفك. وصوتي حلو مثله. لا تقولي انا، ترى حتى انا صوتي حلو بس ما اغني قدام الناس، قليل اغني حيل، بس كل ما اغني يصير عندي الشات يضحك. ايه بعرف تعرفي شو؟ بعرف انه كل ما تغني بيضحكوا عندك، كيف يعني تعرفين؟ بيحبوا صوتك انت صوتك حلو، كتير. غني أحم أحم محب شو تكوني شعر يا ترى. أحم أحم شو بغني؟ أعطوني غنية. أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة، تاكل مني لا تشبع وتصير خدودك حمراء. شو أكيد عجبك، ما تقول كان عنا طاحون على بعد المي قدام مساحات مزروعة في. خلاص خلقت صوتي حلو. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله، قبول 2000 ما شاء الله. لا حتى انا صوتي ترى حلو. سمعني يا دل حني الغريب، حني الغريب ورجع لله. أو أتبع الليل من ما بعرف الأحباب. كيف. شو ايش فيك انتي؟ كمل كمل صوتك حلو، كمل. يا عيال اللي يقول تسجيل اطردوه، هذا اللي يقول تسجيل اطردوه. يا سلمولي عليه يا سلمولي. ايش فيك تضحكين انت؟ ايش فيك تضحكين انت؟ ما انت شايفه وظائف عينك؟ كتير حلو صوتك. يا علي قلت تسجيل اطردوه. الله يقويك الله يقويك، تعبين عليه ما هيك؟ صوتي مين صوتي أقنعك؟ مين اللي قال يغن؟ مين شجعك؟ والله شوفي عيال عمي عندك سعد أيوة سعد سعد أيوة وعبد الله عبد الرحمن، كلهم هذول ايه قالوا لي ترى انت لك مستقبل، قالوا انت تشبه صوت كاظم الساهر. لا ما يبين حدك قصدي، بس اسمعي شوي، شنو يعني ما يبين حدك؟ يعني حد صوتك ما شاء الله يعني، يعني شنو؟ وهول اللي أقنعوك تغني بيحبوك؟ والله نص نص صراحة. أنا صراحة إني أنا شاك في محبتهم لي. أنت يا اللي تحشين قطعي قطعي كوسة بس. هيدي الماما. لا يعني لو مثلا نقول لو تفتح مطعم ترى شيء مشروع ناجح، الكوسة وكذا تبيعون كوسة مشوية. بالله ايش رايك في صوتي؟ صوتك ما فيني كذب عليك، ما حلو على كيفك مو حلو؟ ما حلو، يعني اللي قالوا لك غني ما بحب. الياس خضر سمع صوتي قال صوتك حلو. والله اه والله بس اقول لك لو يسمع يقول حلو. ليش يا عمار؟ اللي عمار ارجع مين هذا؟ غني، ارجع غني لنا لحتى نشوف. عمار مين؟ كفوري عندك؟ عمار كوفي؟ لا اه صديق التاني. اوه نعم والله صوت حلو بعد. ايه ارجع غني لنا يلا. تبين اسمعك موال؟ ايوه عادي امك تقرب اسمع صوتي عادي امك تطلع؟ لا خلاص عم تسمعك هي. لا ابغى تطلع عشان انا شفت وجه سبحان الله كاني اشوف جدتي. شو عم تشوف؟
كأني أشوف يعني شخص يقرب لي فأرتاح لما يجي يغني. لأن أنا الحين أنا في غربة عايش لي 6 أيام. يلا معلش من دون ما تشوفها، هي عم تسمعك. عم يدوس. الله يا والله انا موت، انا يا وجهك عيون، وجهك عيون يا ولي مصخمات، نص وجهك عيون. يما يا خاله من الفرقة حبيبي تجيين، الله يما يا خاله آني حرم لي من الغرب الذكر، يما يا يما يا يما يا يما يا يما. ما شاء الله. كله تأليف انا بس انت ليش ما والله، غنيت لنا قضية الضوء؟ ليه طفيت الضوء؟ شأنها خلاص. راح شكرا. ها ما شاء الله صوتك هيدا؟ اي والله انا صوتي اقسم بالله. بس اللي قبل كان أحلى. ضيفين ضيفيني فلان اوريك ضيفيني. تمام راح ضيفك، ضفتك يلا دز يمها، انا جواب بخل.